عزيزتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة قصة طريفة من عقيبة ذكريات الفنان المصري الكبير الراحل محسن سرحان، وهي عن عدد مجلة الكواكب ليوم 26 من شهر مايو أيار عام 1953، وجاءت تحت عنوان ضاعت براءتي ولحظات ممتعة. حكى محسن سرحان أنه حدث أن اشترك في بطولة فيلم اقتضى أحد مشاهد دوره فيه أن تصله رسالة من الفتاة التي يحبها تبته فيها غرامها العنيف وتضرب له موعدا للقائها، فأمسك بالرسالة يقرأ سطورها بينما يسمع المتفرجون أثناء قراءته صوت كاتبة الرسالة، وكان اسمها في الفيلم على ما يذكر سامية. وبعد أن أدى المشهد على ما يرام في الاستوديو، وضع الورقة في جيبه عفوا وانصرف عائدا إلى منزله. وبعد أسابيع عثرت زوجته على الرسالة في جيب الجاكيطة، وغني عن الذكر ما فعلته معه بعد ذلك من تحقيق أسهل منه تحقيق النيابة. وقد حاول جهده أن يقنعها بأن الرسالة لم تكن أكثر من ورقة أكسسوار كتبت للتمثيل فقط، وأن صاحبة الرسالة شخصية خيالية وعبثا جاء لها بمن شهدوا بصدق هذا الدفاع، فقد ظنت أنه يحاول تبرئة نفسه فحسب. وأخيرا لم يجد مفرا من أن يدعوها لمشاهدة الفيلم في حفلة العرض الأولى حتى ترى بعينيها ذلك المشهد وتقتنع ببراءته. ولكن يظهر أن القدر لم يكن يريد أن يبرئه، فقد كان المخرج قد حذف منظر قراءة الرسالة من الفيلم لعدم الحاجة إليه دون أن يعرف محسن بذلك، وكان هذا الظرف الطارئ من دواعي ازدياد الشك في رأس زوجته. وقد ظل متهما في نظرها بهذه العلاقة الغرامية الخيالية بعد أن ضاع دليل براءته، حتى أسدل على القصة كلها ستار النسيان. وقال أخيرا: فمن يدري، ربما تقرأ زوجته هذا الكلام فتعيد محاكمته من جديد. تغمد الله فنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع قصة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.